لا، هو الفرحة بالهدف اللي هو اللي سهل المقابلة، لكن للهدف اللي خلاص يعني كنا الدوري خذيناه هو الجول بتاع حسين. يعني الجول الثاني بتاع حسين الشحات. حسين الشحات هو اللي خلانا يعني الناس كلها سيد الدوري للنادي الاهلي. يعني الجول الاول اللي انا جبته يعني فتح الماتش. لكن الجول اللي خلص الدوري هو الجول بتاع حسين الشحات. كان برضو بعدها خلاص النادي الاهلي حسم البطوله. كان في مباراه مهمه خلاص. بطوله خاصه مباراه الزمالك. فاكر مباراه الزمالك؟ اكيد الجول اللي جبته. لا بس لا، احنا بعد ماتش المقاولين يعني كنا قاعدين في اسكندريه، ما روحناش، ما رجعناش للقاهره عشان على خاطر المقابله بتاع الزمالك. يعني كانت مباراه الزمالك بعدها ثلاث ايام. يعني كنا واخدين الدوري، فرحنا في يومها، لكن بعد لا عندنا بطوله خلاص قفلته. لا فصلنا، يعني حسيت ان انا ما خدتش دوري. يعني عندنا بطوله ثانيه مع نادي الزمالك. يعني اللي عملناه خدنا الدوري، ممكن نخسره مع الزمالك. الفرحه مش تكمل. كنا مركزين بشكل كبير، كنا يعني نحبوا ننتصروا باش يقولوا النادي الاهلي كان يستحق انه ياخد الدوري. يعني ده مفهومكم في المباراه دي خاصه. لازم الناس انت عايز تؤكد ان النادي الاهلي هو الجدير ببطوله الدوري. لازم تاكد جدارتك بالدوري. كان لازم تكسب، لازم تربح الزمالك. فالحمد لله ربنا كان مسهل الدنيا الحمد لله. قلت لي برضو من